متابعين قناة نانا شوبينغ أكادير، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. هذا الفيديو البنات غادي نديرو لكم عبارة عن المنتجات النظافة اللي كنستعمل في الدار. وهاد المنتجات نتوما اللي طلبتوهم مني وقلتوا لي علاش ما تشاركيش معنا المنتجات اللي كديري في الدار. من بعد ما نزلت لكم داك الفيديو ديال عند السيد اللي كنتقدا عنده مواد النظافة، داكشي علاش قررت اليوم ندير لكم هاد المنتوجات هادو ونهضر لكم على كل منتوج وشحال من خطره خديتو. والمنتوج اللي عجبني راه غنشكر لكم، اللي ما عجبنيش غنقول لكم اشنو الراي الصريح ديالي فيه. نتقل لكم على هاد المنتوج ولا غادي نهضر لكم على هاد المنتوج. صراحة انا افضل منتوج حتى لهاد اللحظه فاش كنهضر معكم هو هذا بالنسبه للزاج. صراحه البنات هذا خطير 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 بالنسبه للزاج، وان شاء الله غتشاهدوا معايا فيديو ان شاء الله مقبل الطريقه ديالو كيفاش كندير باش كنطويي الزجاج والطريقه ديالو سهله وما كيعذبش. بالنسبه لهاد لو برودوي كناخذو ب 25 درهم. فين كناخذو؟ كناخذو عند السيد اللي كيبيع هادشي ديال النظافه في ادرار. راه ديجا حطيت لكم فيديو خاص عليه وغادي نحطو لكم هنا الفوق، غادي يبان لكم في هاد العلامه الفوق هنا باش تشوفوه وتدخلوا عنده تشوفوا المنتوجات اللي كيدير. كما قلت لكم هذا خديتو ب 25 درهم. والبنات بالنسبه للنيتواياج ديال الزاج كندير هاد لو برودوي وكندير هاد الكراطه، هادي خديتها من بريكوما، الثمن ديالها كانت شي 15 درهم. هاد الكراطه هادي صراحه فيها هاد البارتيه هادي شويه بحال القومه وكتجبد مزيان، كتنيطوي مزيان ما كتخليش دوك لي تراس ديالهم. ولكن هاد المره جربت البنات هاد ميكرو فيبر هانتوما، صراحه هادو حتى هما غزالين غزالين البنات، فيهم الالياف ديالهم رقيقه بزاف ما كتخليش الخمله، والثمن ديالهم 16 درهم. وبالنسبه لهادو راه فيهم جوج كاليتي، كاينه الكاليتي الاولى اللي كدير 16 درهم، هاد عند هاد السيد انا كنهضر عند هاد السيد باعهم ليا ب 16، ولكن في الاسواق الكبرى لقيتهم كيديروا 20 درهم. وكذلك كاينه دوزيام كاليتي اللي كتكون كاليتي عيانه والثمن ديالها 8 دراهم. دونك كنصحكم البنات بالكاليتي الاولى، كما كتشوفوا العرض ديالها كيكون فيها 40 على 38 سنتيم. شوفوا هنا 100% ميكرو فيبر والطورشون ديالو هكاك، لومبالاج ديالها هكا كتجي. انا غادي نوري لكم هنا كيجي لكم واحد البارتيه هنا خاويه باش تقدروا تلمسوه البنات بحال هكا. وها هي كتجي على هذا الشكل، صراحه هذه زوينه عجباتني في النيتواياج ديالها، وهي اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله في الفيديو المجي هانتوما. المهم هادي عجبتني البنات، هذا راه بون بلون بالنسبه ليا. هاد ميكرو فيبر غزالين البنات، كنصحكم بهم. ثاني برودوي البنات غادي نهضر لكم على النيتواياج ديال التواليطات ولا كيفاش غادي نظفوا التواليطات ديالنا. بالنسبه لهذا هاربيك كما كتشوفوا صراحه راه غزال غزال هاد هاربيك فلاشاس، كتكبوه في ديك الدويره ديال لاشاس وكينيطواي بطريقه زوينه، وميم طون راه كيمنع البكتيريا وضد البكتيريا نتوما 99.9%. وبالنسبه للسيد كيبيعو ب 20 درهم 25 درهم عفوا، والثمن ديالو في الاسواق الكبرى لقيتو ب 34 درهم. وهكا المهم كيجي هكا، كاين في هذا اللون في الزرق وكاين في الاحمر، انا خديت هذا صراحه الرويحه ديالو غزاله والثمن جيت مناسب. كما قلت لكم غادي نبقاو نيت في التواليطات ولا لي سال دو بان، غادي نمشيو لهاد البرودوي ديال اجاكس. هذا البنات هاد البرودوي ديال اجاكس صراحه 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 تقال بالنسبه لهادشي ديال السانيتير روبينيات، وهذا عاتي خطير كيخلي واحد اللمعه وكتحسي براسك راه نيطويتي نيت، ولا بحال شي وحده ضربات تما راه في ديك التواليط حاشاكم ولا داك الحمام، وانتما راه درتو غير شيشات وكتخليه واحد تقريبا كيلكو سكوند هكا، ومن بعد كتمشي كتدوزي عليه بطورشون ولا تشللي ليهم بالماء، عاتي راه واحد النظافه يا البنات رائعه. ان شاء الله الا بغيتو نشارك معكم كيفاش كننظف في الحمام خليوها ليا في كومونتير ونشاركها معكم. الثمن ديال هذا تقريبا كنت خديتو على ما اظن بشي 30 درهم، كنت خديتو ب 30 درهم البنات. كنديرو في لاشاس هكا هذاك البديع ولا ما عرفتش كيقولوا لي البديع ديالهم في الفلافابو، تقدري ديريه حتى للزليج كذلك ديال التواليطات. صراحه حتى هذا زوين. هذا الثاني اللي خديته البنات، هذا لا هذا خديت غير الاول وباقي عندي فيه، ولكن هذا خديت الثاني حيت كنستعملو يوميا تقريبا. غادي نبقاو في التواليطات نيت.
غادي نوري لكم هذا البرودوي هذا، وما عرفتش واش هذا تلقاوه في كلشي المحلات ولا لا. المهم هادشي كلشي راني خديته عند نفس السيد اللي كنهضر لكم عليه، كاين في ادرار. بالنسبه لهذو البنات غزالين لقيتو عندهم وقلت علاش لا ما نجربهمش. ديجا وحده استعملتها، هادو البنات كيطلقوا الريحه غزاله في الطواليطات، في الماريو مثلا، في الشواكش اللي كتبغيو تخبيو الفصل الشتاء، الفصل الصيف ولا الشتاء. المهم اي حاجه كتخزنوها ولا الطواليطات كديروا فيهم هادو. كتجي هاد البواطه بحال هكا، كتجي فيها هاد اللصاقه هكا، كتحيدي هادي بحال هكا. البنات راه جيل ديودورون وكتفعل غير مع الهواء فقط، يعني هذاك لو جيل اللي كاين داخل ما عرفتش يبان لكم هنا، هو في الصفر راه كيتفاعل غير مع الهواء يا البنات. ها نتوما وريحتهم غزاله، فيهم هاد ريحه الورد صراحه زوينين. هادو ما عرفتوش ديال تركيا ولا فين، مهم اهم حاجه ان ريحتهم زوينه. والثمن ديالهم كما قلت لكم 15 درهم، وفيهم ثلاثه ديال البياسات، هاهم تجي الباكي بحال هكا فيهم ثلاثه. بالاخر البنات اللي غنهضر لكم عليه هو هاد السير، صراحه زوين هاد البرودوي في نيتواياج ديال لي بلاك الفران. جربت شحال من برودوي جربت وكيخلي لي ديك الضبابه فيهم، ولكن هاد السير صراحه زوين والنتيجه ديالو فعاله. كنظن انه مكون من هذا لي زانغريديون ديال لي زانغريديون المكونات ديالهم فيهم البيكربونات، البيكربونات الصوديوم، حيث كتبقى ديك كيف كتحسوا بها حرشه. مهم هذا البرودوي زوين كما قلت لكم في لي بلاك، انا شريته خاص غير بلي بلاك والفران فقط. والحجم ديالو البنات 750 مللتر، والثمن البنات كنظن 25 درهم، ما عقلتش اكزاكت، ولكن على ما اظن ما بين 25 و30، ما غادي تشوفوا هذا الثمن. كما كتشوفوا وفيه الريحه ديال الحامض صراحه زوين 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 هذا بزاف. لي بلاك كما قلت لكم والفران هذا اللي كنستعمل ليهم. وبالنسبه للنيتواياج ديال اي حاجه بغيتو، اي حاجه يعني تقدروا تحيدوا حتى هذا مثلا، ما ديروش هذا وتشريو غير هذا. البنات هذا بون بلون، هذا الثالث اللي كنستعمل صراحه من نهار جيت لهاد الدار وانا كنستعمل هاد لو برودوي، حيت غزاله البنات كينيطوي داك الجناب ديال بحال هكا الجناب هادو ديال لافابوات. تنيطوي به ليفي ديالك، تنيطوي به لا بلاك ولا هوت، طوابل، الزليج. انا كنيطوي به حتى البيبان ديال البلاكارات بحال هادو، الطبلات، اي حاجه اي حاجه بيتيها تنيطوي كترشي هاد لو برودوي. وصراحه الله يعمر هدر هذا، من ما عرفش كيفاش غادي نوصفو لكم، ولكن الله يعمر هدر كيخدم معكم السيرفيس وما كيخليكش تبداي تحكي، يعني كي زوين زوين هذا بلا ما نكثر لكم بزاف. نتوما تشريوه وجربوه وغادي تقولوا لي اشنو كاين. الثمن ديالو البنات 30 درهم. هادو كلهم كما كنقول لكم خديتهم عند نفس الشخص من ادرار. وبالنسبه لهاد لو برودوي هذا ديال زعما الرخام وديال الزليج، صراحه هاد لو برودوي ما عجبنيش، ما نكذبش عليكم، انا خديته على حساب الرخام والزليج ولكن ما عجبنيش. بالنسبه للرخام انا ركزت عليه على الرخام، والنتيجه اللي بغيت ما لقيتهاش. داكشي علاش زعما استعملت الاول وقلت ما ربنا تقول لي النتيجه، راه طريقه الاستعمال ما عجبنيش، هذا ما عجبنيش. بالنسبه للرخام زيرو، ولكن بالنسبه للزليج كنصحكم به في الزليج. ديروا شويه مع الماء وترشوا وديروا في الزليج ديالكم، ايه كيخليه كيلمع، ولكن الرخام لا. هذا الشيء اللي كاين، حتى هذا خديته عند نفس السيد. بالاساسيات عندي في النظافه البنات هاد بيكربونات الصوديوم صراحه كنستعملها بزاف وكتنفعني، لا في الثلاجه لا بالنسبه للروائح في الثلاجه كتحيدهم، بالنسبه لحشاكم القوادس وهذا الا كانوا كيعطيو لكم الريحه ديروهم كذلك كيعطيني نتيجه زوينه. عندكم هادو وعندكم هاد زيت الاساس، هاد زيت الاساس ديال الخزامه راه زوينين البنات، هادو ضروري يكونوا في اي دار. هاد زيت الخزامه وبيكربونات الصوديوم ضروري، هذا خديت الثمن ديالها بشي 47 درهم، وهادو راه الثمن ديالهم الكبار حقا 10 دراهم والصغار 5 دراهم، مو شي حاجه بحال هكا. وبالنسبه للبنات بغيت نعطيكم واحد الفكره ولا واحد لاستيوس اللي غديروها لهاد البيكربونات الصوديوم. مثلا العيالات اللي كيتبوش عليهم ليفي لافابو
ولا البلاصه فين كنغسلوا المواعن ولا القواد الخنزين وهذا. غادي ترشوا جوج، تكبوا جوج معالق كبار ديال بيكربونات الصوديوم، وغتكتبوا كبوا قطرات من هذا الزيت الاساس، غير جوج قطرات ديال زيت الاساس، وغتكبوا نص كاس ديال الخل الابيض، وغتخليوه يتفاعل معهم. وصدقوني الا كانت شي حاجه زعما غير شاده فيهم راه غيتسرح لك القادوس، وكذلك كيخلي واحد الريحه غزاله يا البنات. المهم هاد بيكربونات الصوديوم كما كتعرفوا راه متعدده الاستعمالات، وشحال من حاجه تقدروا ديروها بها. بالنسبه للبرودوي صراحه اللي انا كيعجبني وكيحمقني الرخام هو هذا. نهار قلت غنجرب شي واحد اخر ما عجبنيش، ما اقتنعتش بالنتيجه اللي كنت كنلقى. بالنسبه للسميه ديال هذا لو برودوي هو ديال باول، هذا برودوي ديال طاليان البنات كما كتشوفوا هنا بي اتش نوتر ديالو. زوين زوين هذا بزاف الرخام، كيخلي واحد اللمعه. يا سلام البنات اللمعه ديالو خطيره 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 جدا. البلاصه فين كنلقى هاد لو برودوي، هاد جوج برودويات البنات ما خديتهمش عند هذا انسيد ملي كناخد النظافه، لا هاد البرودوي خديته نهار الاول، اول مره خديته ملي جيت لهاد الدار، خديته في بريكوما. الثمن ديالو شي تقريبا خديته في بريكوما شي 26 درهم. وبالنسبه للمرجان كيف مرجان كيف اسواق السلام، هادو هما المتاجر اللي لقيت فيهم هاد لو برودوي، والثمن ديالو شي 25 درهم تقريبا. وانا غادي نصور لكم، صورت لكم فيديو ديال المرجان، غادي نلوحو لكم ان شاء الله باش تشوفوا البري اكزاكت. والدوره البنات ديال هذا هو ان كي كتستعمليه الرخام، كيفاش كنديروا ليه الرخام؟ ملي كيكون البلون طرافاي ديالك مسخ ولا مضبب كتشوفي ما هوش، كتهزي كتنيطوي عادي بشويه الصابون ديال المعان والماء، كتغسلي هذا البلون طرافاي كتنشفيه حتى تتنشفيه، وتهزي قطرات من هذا غير شويه نص غلاقه تقريبا، وترشي على البلون طرافاي ديالك وكتمسحي بواحد طوغشون. صراحه راه كيعطي واحد النتيجه غزاله البنات. هنا راه انا مازال ما درتوش ليه، ولكن كنت دايره غير البارح، وكيخلي واحد اللمعه اللي كتكون باينه، وواحد الكبري عرفتي كيخلي هكا كيبري كيقشقش كما كيقولوا في العوينات. وبالنسبه للبنات الباركي خديت هذا تا هو ديال باور، خديتو هذا الباركي لبيت الدراري، حيت البيت الدراري دايره فيه الباركي، ما عدا غير بيت الدراري دايره في الباركي، ما الدار كلها دايره هزليش. بالنسبه للباركي كنستعمل هذا المنتوج صراحه زوين، ما كيخليش ديك الضبابه في الباركي، كيخلي واحد الريحه غزاله 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 في الباركي. هذا تا هو كنصحكم به، الثمن ديالو داير شي 28 درهم. كنستعملت واحد الماركه ديال كازينو، ملي سالت ليا شريت هذا، هاد المره جربت هذا، ملي لقيت واحد الاستحسان على هاد لو برودوي، وهذا راه ما عندي ما نقول لكم الا انه هكا لقيت الاستحسان عليه، قلت غنجرب ديال الباركي، وصراحه حتى الباركي عجبني، وقلت علاش لا ما نبارطاجيه معكم. وهادو راه كاينين البنات في مرجان، اتمنى ديالهم جد مناسبه، مرجان وبريكوما نفس هذا، ما عرفتش واش كاين في بريكوما ولا لا، ولكن مرجان راه كاين فيه مرجان ديال انزكان. الناس يسولوني اش من مرجان، مرجان ديال انزكان. يكونوا هادو هما المنتوجات اللي كنستعمل كاملين للدار، كيف النيتواياج اللي كتسهل عليا الخدمه هما هادو. بارطاجيت معكم هاد اللي هاد المنتوجات فقط للافاده، وانطلاقا من طلب ديالكم، حيت نتوما اللي صيفطوا لي وقلتوا لي شاركي معنا المنتوجات اللي كديري. كنتمنى هاد لا فيديو تعجبكم، الا كانت عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء، ولي لايك البنات كثروا لي من لي لايك، هما اللي كيعاونوا لا فيديو يطلع. وكذلك الا كنتي اول مره كتشاهدي لا فيديو غادي نقول لك مرحبا بك معنا في القناه، وتسناوني ان شاء الله الفيديو المجيد.